السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبي دي زد. اليوم الحصة تاعنا والناس راهي تهضر على الماتش يتعاود الماتش ما يتعاودش الماتش، ناس تاع أحداث، ناس تاع أحداث برك تاع بحال الأحداث إذا ما كان تاع وين ما كاين الأحداث اللي يقيس روحو وعاد يهضر لك من ذا وعاد يهضر لك من وعاد تاع أحداث وصحيح. بصح راكم ناسين المنتخب الوطني الجزائري، لازم الناظر في المنتخب الوطني في العمل في الاستراتيجيه. هل سمعتوا نتوما احنا باقينا شهر ونص، باقينا شهر ونص نلعبوا اول مباراه، هل سمعتوا جلب لاعبين؟ هل سمعتوا يعني كلش مفركت؟ هل سمعتوا حاجه واحده اخرى؟ ولا غادي نلعبوا بهذه ليكيب؟ هذه ليكيب غادي من غادي نتيليمينو وما نروحوش كوب دافريك تاع 2023. سمعتوا حاجه؟ مدرب ساكت. سمعتوا نتوما تحرك لاعبين؟ وحنا شفنا مع لاعبين مكاش مكاش مكاش، لا كاش تاع الخليج تعيط له مسكين يجي يجري ويقعد له بلاصتو، لا كاش تاع الخليج مساكين ولا تاع تونس تعيط لهم يجوا يجروا مساكين يقعدوا له بلاصتو راهم قاعدين وصاي. بصح ندير حسابكم باللي هذه خطه من عند ناس خبثاء، ناس اللي راهم يدمروا في الشعب. الفيفا 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 خلي تاعي الاتحاديه الجزائريه دارت ملف تاعها، قال لك درنا مستشارين قانونيين درنا منا درنا، بصح ليكيب ناسيونال اللي باقي لها شهر ونص ونلعبوا، راكم خمين في راكم خميت راكم تخموا فيها ولا راكم مازال ولا تجديدات فيفا تكمصوا؟ هاو الاتحاديه ما خدمتش، لا ماشي الاتحاديه ما خدمتش، المدرب ما بغاش يجيب اللعابه، قال لك نقعد بالخدمه تاع 2019 اللي جبت بها كوب دافريك نروح بها من ونروح بها من، نجيب بها كوب دافريك كوب دي موند، جيب الشعر ضرب قرعه تاع الشعر جيبها. وين يجب احنا نعاودوا نولوا نتكلموا، لازم نتكلموا، هذه هي الحقيقه، هذه هي وين يجب احداث تغييرات جذريه في المنتخب الوطني. هذا العمل كان يفترض القيام به سنة 2019 بعد كأس إفريقيا بمصر مباشرة، لكن الاستراتيجية والعمل الخبيث، يعني عمل خبيث، عمل من أجل يعني روتاردينا لاعبين، يعني لاعبين كانوا جايين في المستوى، درنا لهم الروتار. شكون هذا؟ هذا المدرب هو ورئيس الاتحادية السابق، يعني داروا روطار الجيل كامل، جيل كامل داروا له روطار. شحال لعب غير زدادكا 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 2019 كان عنده 23 عام، 2022 ولات عنده 26 عام، 2019 26 عام، يعني 26 ما عيطلوش، ومن بعد كوب دي موند من يعيطلو تولي عنده 30 عام. إلا قعد أنا ماذا بيا هذا المدرب يروح، ماذا بيا هذا المدرب يروح عاجلا ماشي آجلا، عاجلا، خاطش علاه؟ واش خدم هرد كلش؟ هذا مدرب اللي هرد كرة المنتخب الوطني الجزائري، استراتيجية تعامل كبيرة حطمها، حطمها بسبب يعني غفلة من عند الشعب الجزائري، هو استغل العاطفة تاع الشعب الجزائري. هذا مكان جيل روطارداه هذا البنادم، هذا عقلية كيما تاع بن غبريط. لكن الاستراتيجية المتابعة آنذاك والمتمثلة في سياسة الذهاب إلى كأس إفريقيا بالكاميرون وكذلك الذهاب إلى كأس العالم في قطر بنفس اللاعبين وبنفس التشكيلة 2019 هي من ضيعت كل شيء وأوصلتنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. راه محصلين في الشاف الدين عمارة، حصلوا في الشاف الدين عمارة، حصلوا في المخرج، حصلوا في دقيوس وبقيوس، حصلوا في حديد وين الله يرحمه، حصلوا في دي باراتشو، حصلوا فيهم، حصلوا في شارلو، حصلوا كاع في الغاشي هذا، حصلوا كاع في الغاشي. ما زدتو ما جبدتوش بالماضي، انا نقولوا اسمه بالماضي، انت اللي فشلت، انا نقول لك ديرك انت اللي فشلت، انت اللي فشلت في المهمه. سبب اقصاء
ما نقولكش 99 ولا 90%، 100% انت هو. انا هضر لي تيرا كاليفيكاسيون تندار في التيرا، ما تندارش في البلاطوات والتحريشه. عند واحد واحد يهضر من واحد من واحد كاليفيكاسيون، كنا مكاليفين كنا في القائمه هذه مثالي. والان وبدون عاطفه زائده يجب على المناصر الحقيقي، المناصر الحقيقي ما نقدر نقول مناصر مش هذوك تاع تاخذ تعال في بالماضي هذا الشك مكارون تاخذ تعال منه تاخذ تكرهه بالماضي اول غالي قارو شوف واحد متين خرجه لك من فمك تنيرفو فينا جياح كاين في بيت مي تشوفو كيما مشي راجل كاين كي تشوفو كيما مشي راجل جايح تصيبو انت تعرف بالماضي هادي راه تربع غالية خريا فوق العرف نتايا كاين لي كي يردموه الورد ينوض في بلاصتو وكاين ويما يمشي ينوض الملح مالك كلونا بالمادي كلونا روحو شرو لو طيبولو روحو طيبولو خاصو لي تغسلو الماعين روحو غسلولو الماعين نتوما. والآن وبدون عاطفة زائدة يجب على المناصر المنتخب الوطني الجزائري الحقيقي أن يطلب بأن يكون له منتخب وطني قوي يرفع راية بلاده عاليا بين الدول في محافل الرياضية. ولتكوين منتخب وطني قوي يجب على هذا الناخب الوطني الحالي أو القادم. أنا نقول لكم هذا بالماضي يقعد ولا يروح، أنا المروح نتاعو مليحة وأنا إن شاء الله بربي نشوفه أونترينير كبير إن شاء الله. أن يتحمل مسؤوليته بكل شجاعة مثل ما فعل المدرب البوسني عندما قرر إبعاد عدد ركائز في المنتخب الوطني رغم المعارضة الشديدة للمناصرين، لكن بعدها تأهلنا إلى الدور الثاني 2014 بالبرازيل أول مرة منذ الاستقلال. هذه صح، هذه صح. هذا المدرب نورمال مكون جات عنده بذرة. أنا نقول لك جا ما بالماضي، خلي الرجلة تغلبك، خلي الرجلة تغلبك، خلي الرجلة تغلبك، حط الاستقالة تاعك وروح برك ما قاعد تقارع. خدمة هذيك ماشي خدمة، خدمة جياح هذي، أنا نقولها لك ونعاودها لك، خدمة تاع جياح، خدمة ماهيش تاع رجال. أنا نقولها لك ونعاودها، هذي خدمة اللي راك دير فيها مش تاع رجال. راك ترو طاردي في الوقت، راك الله يجعل ما يديروش رئيس اتحادية، الله يجعل يقعد هذا ونشوف شنو دير. هذه هي حنا وين نقولوا بلي راك تشوف جا نهار اللي جا حليلو وخر اللعابه الزياني وخر بنمنا وقال انا وصلنا لازم التجديد باش توصل ضخ دماء جديده. يا اش يقول لك حنايا، لكن بعدها وين تأهلنا الى الدور الثاني في كاس العالم 2014 بالبرازيل اول مره منذ الاستقلال. لهذا حان الوقت الاعتزال بعض اللاعبين المنتخب الوطني بسبب تقدمهم في السن او نقص مردودهم او لاكثر لكثره الاصابات مثل لعاب عطال مبولحي اوكسدا بالعمري طاهره قديوره فيغولي بلايلي سليماني. اعلم جيدا ان هذه الاسماء يعني احبها المناصرين وقدمت الكثير للمنتخب، لكن هذه السنة هذه سنة الحياة. المنتخب الوطني في حاجة ماسة إلى تشبيب وضخ دماء جديدة لكي نستطيع المنافسة على الألقاب الإفريقية والذهاب إلى كأس العالم، لأن المشكل الحقيقي الذي سقط فيه المدرب الوطني جمال بالماضي وكذلك المناصرين هو العيش على ذكريات الماضي والتفكير بالدوام لإنجازات بهذا المنتخب وهؤلاء اللاعبين. لكن الواقع صدمنا جميعا وكشف الحقيقة التي لا يريد البعض الاعتراف بها، وهي أن هذا الجيل وصل إلى نهاية نقطة القطار. صحيح
صاي كاين لاعبين. انا سيت واحد التصريح عند سليماني قال لك سليماني ما زلت انا في العياد يا سليماني. سليماني بن عمري قاموا ساكتين قالوا لا بالماضي يزيد ولا ما يزيدش. قاموا ساكتين. انتم لعبتوا للرايه الوطنيه ما لعبتوش بالماضي. انت بن عمري قاع لعابه قاع بونجاح بلايدي لعبتوا للرايه الوطنيه ولا كنتوا تلعبوا عليها بالماضي؟ كنتوا تلعبوا تما ما كنتش غلط انايا. ما كنتش غلط تقولوا له حنا اللي نجيبوا لك فيكتوار المهم نقعدوا حنا نجيبوا لك فيكتوار. تما كنتوا تلعبوا على بالماضي انتم ما كنتوش تلعبوا على الجزائر. او زهموا رواحكم.